صيام عاشوراء أليست مثال حي على مسألة التداخل؟ يعني عندما الرسول صلى الله عليه وسلم جاء المدينة وجدهم يصومون عاشوراء فقال هذا اليوم نحن أحق به منكم. يعني والله موضوع عاشوراء موضوع معقد وملتبس جدا دكتور، لو كان الحالة كان يتكلف فيه. نعم نعم، لأن هناك علامات استفهام أيضا على تضارب أحاديث عاشوراء متضاربة جدا، وهي في الصحاح متضاربة بعضها ضد بعض تماما. لكن بالنسبة لعاشوراء، أن يوم عاشوراء العاشر المحرم أن بني إسرائيل كانوا يصومونه لأن الله أنجاهم. نعم. في الخروج طبعا يعني إيه من مصر، هذا شيء غريب، تقويمهم يختلف عن تقويم الهجري. فكيف أنه هذا كل سنة العاشر من محرم يواطئ ذلك اليوم؟ هذا غير صحيح وغير دخيل للأسف. هي عاشوراء محرم الحرام، إذن هي غير عاشوراء. والواضح فعلا من الحساب التقويمي والفلكي والتاريخي أنه عاشوراء اليهود يوم الكبور. وبالمناسبة عاشوراء اليهود هذا العام توافق مع بالضبط مع يوم عرفة الماضي، كان يوم عرفة، هذا العام هو متوافق مع يوم عاشوراء اليهود يوم الكبور. المسألة الثانية حديث عائشة رضي الله عنها ورواية أخرى بنفس المعنى تنسب إلى عبد الله بن عمر، هذا لا أجد لمضمونه مضمون هذا الحديث أصلا في أيام العرب قبل الإسلام. يعني قولهم أن أو الرواية اللي جاية عن عائشة رضي الله عنها أو عن عبد الله بن عمر أنها قالت أن العرب كانت تصوم في الجاهلية يوم عاشوراء، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم ذلك اليوم، وهذا مش صحيح. يعني فيما يبدو لأنه العرب لم تكن تصوم أصلا في لا في عاشوراء ولا في غيره، كان بعض الأحناف ربما يصومون بعض الأيام. ويؤكد ذلك العلامة علي جواد في كتابه المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، إذ يقول أن العرب لم تكن تصوم عاشوراء في الجاهلية وأن هذا أمر مستحدث لاحق، فالحديث أيضا فيه إشكال. الحديث الآخر أو المسألة الثالثة هي ما ورد من الروايات في قولهم أن الرسول قال فإذا كان العام المقبل إن شاء الله تعالى صمنا اليوم التاسع، لأنه قالوا له إن اليوم عاشوراء هذا يوم تعظمه اليهود، هذا يؤكد أنه عاشوراء اليهود هو المقصود فعلا. فقال طيب إذا كان العام المقبل إن شاء الله تعالى صمنا التاسع، يرجع شي يقول فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإشكال هنا واضح جدا، إذا كان الرسول قد أمر بصيام العاشوراء أيا كان هذا العاشوراء، إذا كان أمر صيام عاشوراء في العام الهجري الأول، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يتوفاه الله في العام الهجري الثاني حتى نقول هذا الكلام، فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش صحيح، الرسول صلى الله عليه وسلم توفي كما نعلم في العام الحادي عشر للهجرة، في العام الحادي عشر للهجرة في شهر ربيع الأول. بالتالي فإن في هذا الحديث إشكال يعسر حله. أضع هذه المسائل أمام المختصين بمصطلح الحديث وعلم الحديث وعلم الرواية، ولابد من أن ينتبهوا إليه لأنه أمر جلل، خاصة إحنا مقبلين على العاشر من محرم الحرام، وبعض الناس تصوم هذا أو كثير من الناس تصوم هذا اليوم عملا بهذه الأحاديث، وكما يتبين لنا هو أصلا لا عاشوراء المحرم ولا أنه فيه تاسعاء ولا غيره، ولا يعني
المسألة يعني يبدو لي بحاجة إلى مراجعة نقدية دقيقة لكي نتبين الحق في هذا الأمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا من تتاجرون بالسنة الشريفة، كيف تفسرون لنا الرواية التالية في صحيح البخاري 1863 وهي مسألة صوم يوم عاشوراء؟ اسمع، أن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه. نص واضح أنه كانوا صوموه في الجاهلية، واستمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه بعد أن قدم إلى ماذا؟ إلى المدينة. أيضا في البخاري 1865 قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى، فصامه موسى. قال فأنا أحق موسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. متى صامه وأمر بصيامه؟ في السنة واحد للهجرة يا دكتور، هكذا تقول الرواية. شوف، قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى. قال فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. اسمع الرواية التالية في صحيح مسلم كيف أنها تحمل نقيض ذلك. شوف، حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء حسب الروايات السابقة في سنة واحد للهجرة، حسب الروايات السابقة، وأمر بصيامه، قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذه الرواية تتكلم عن مرحلة سنة 9 الهجرة وما بعد يا دكتور. نعم. وفي الروايات السابقة سنة 1 للهجرة. أعطني عقلا نظيفا، عقل إنسان عاقل يقول بصحة كل هذه الروايات. أقول لهؤلاء المتاجرين بالسنة الشريفة، هذه روايات متناقضة، كل إنسان عاقل يفهم أنها متناقضة. هل تريدون الناس عبارة عن قطيع تقودونه نحو الهاوية، أم تريدون من الناس أن يفهموا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وأن يفهموا كتاب ربهم؟ هذه مشكلة دكتور. هناك قضايا كثيرة، يعني اسمع هذه الرواية في البخاري عن ذات الموضوع، عن عائشة رضي الله عنها قالت كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، وكان يوما تستر فيه الكعبة، فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء أن يصومه فليصمه ومن شاء أن يتركه فليتركه. هذا مختلف تماما عما قيل. انظر أيضا هنا، عن علقمة عن عبد الله قال دخل عليه الأشعث وهو يطعم فقال اليوم عاشوراء، فقال كان يصام قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان ترك فدنه فكل. في رواية أخرى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار، من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم. قالت فكنا نصومه بعده، شوف بعده يعني بعد ذلك، ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة إلى آخره. يا دكتور روايات متناقضة لا يمكن لعاقل أن يقول بصحتها جميعا.